هنا من مقر تدريب نادي انبي باستاد بترو سبورت. بيسعدنا ان يكون معنا الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. برحب بحضرتك يا كابتن محمد على شاشه قناه المحور وبرنامج رومنتاد. انا اللي برحب بك يا حبيبي انت وكل قناه المحور والبرنامج رومنتادا، وطبعا تحيه خاصه للكابتن ميدو، ومنورين ملعب انبي بترو سبورت. نادي انبي بيقدم اداء محترم، نادي انبي في المركز السادس بعد مرور 6 مباريات ب10 نقاط، تأكيد ده نتاج جهد كبير. والله الحمد لله رب العالمين. احنا يمكن البدايه بتاعتنا ما كانتش احسن حاجه، بس انا كنت مطمن، يمكن كان حصل كم مداخله مع عده برامج، يعني ان طالما الاداء كويس النتيجه ممكن هتيجي بقى، وده كان اللي حصل يعني بعد ماتش الداخليه وبعد ماتش الجيش وبيراميدز. احنا كان اول فوز لينا كان اعتقد البنك الاهلي، وبعد كده كان نادي الزمالك، وبعدين فيوتشر. فالحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، ده اعتقد من الاستقرار اللي موجود في الفرقه من الموسم اللي فات. الحقيقه ساعة ما جه الكابتن تامر مصطفى هو وجهازه الفني بصراحة بيقدموا أداء رائع وجميل، في انسجام رائع بين الجهاز وبعضه وبين اللعيبة، ويعني في حالة حلوة فعلا. فده اللي مخليني ببقى تملي مطمن إن حتى لو في كرة كده بيبقى فيها بعض النتائج ساعات ما بيبقاش فيها توفيق، بس طالما أنت ماشي بخطة ثابتة وخطة سليمة فالنتيجة هتيجي في الآخر، وده اللي حاصل لغاية دلوقتي. أتمنى إن شاء الله إن بعد التوقف ده نستمر على المنوال اللي احنا ماشيين عليه، لان بصراحه انا مش عشان انا مدير الكوره في نادي انبي، بس في الحقيقه احنا عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا في الحقيقه، يعني سواء من الناشئين او سواء من اللعيبه اللي استخدمناهم السنه اللي فاتت. اتمنى ان هم يظهروا بالفتره اللي جايه ان شاء الله بشكل مميز ان شاء الله. يعني وزي ما قلت لك هو الاستقرار فني واداري مع المنظومه بتاعه الاداره برئاسه الاستاذ ايمن الشرعي، في الحقيقه الحمد لله احنا في حاله كويسه جدا الحمد لله. طول الوقت احنا بنتكلم مع اللعيبه، الميزه ان احنا واللعيبه زي ما قلت لك احنا تقريبا تلتين الفرقه من قطاع الناشئين، سواء هم كبار دلوقتي في السن او صغيرين لسه في القطاع يعني. فدي الميزه ان انت بتتعامل مع اولادك طول الوقت، حتى المجموعه اللي جايه احنا بنحاول لما بنيجي ننتقي اي لعيب بنحاول ان هو طبعا البعد الفني اكيد موجود، بس بنحاول ان يبقى فاهم هويه نادي انبي وفاهم اخلاق نادي انبي ماشيه ازاي. فالموضوع بالنسبه لنا بيبقى فيه نوع من انواع الاسر شويه، انت هتلاحظ في التمرين، هتلاحظ مع التعامل مع اللعيبه. فده اللي بيدينا ميزه، وزي ما قلت لك الاستقرار مع ازاي توصل معلومتك للاعب سواء الاداريه او الفنيه بيسهل من امور كتير جدا يعني في الحقيقه. والله الحمد لله احنا النهارده يمكن دي تالت تمرين لينا، اول مره الفرقه تكتمل. النهارده كان كابو لسه جاي النهارده، وكان اوفا كان بيعمل عمره، فاول مره تكتمل الفرقه النهارده، انما ده تالت يوم للتمرين، وكلهم الحمد لله ما عندناش اي اصابات الحمد لله. كان عندنا قبل الماتش ده، قبل الماتش اللي فات كان في مصطفى شكشك ومصطفى ديدار هم اللي كان اصابه، والحمد لله نزلوا التمرين النهارده. فالحمد لله الفرقه مكتمله، وتقريبا بقى بادين زي نوع من انواع فتره اعداد مصغره كده، لغايه احنا عندنا ان شاء الله هنرجع بماتش المصري يوم 1/12 في برج العرب. ده ماتش مهم، الماتشات المهمه، الماتش ده برده ممكن يفرق معانا كتير، فربنا يكرم واحنا بنستعد له من دلوقتي بالحقيقه. يعني ماتش بصراحه انا عايز اقول لك على حاجه، يعني الدوري المصري صدقوني والله الدوري مميز في الحقيقه، عاجبني على الاقل ان انت كفايه ان انت ما تعرفش مين هيكسب مين، اهلي بيلعب اي حد انت مش عارف هيكسب ولا لا. الاول كان الموضوع مختلف، ف جدا عجبني جدا ان انت ما تعرفش نتيجه المباراه قبلها، فدي حاجه مميزه بتدي اعتقد بتفرز لعيبه كويسه، بتفرز مدربين كويسين، فده من احلى حاجه في الدوري المصري الموسم اللي فات والموسم ده ان انت ما تعرفش مين هيكسب. فالماتش طبعا جاي مع النادي المصري، نادي كبير ونادي عريق، اكيد ماتش هيبقى صعب يعني. تاكيد اي نادي ليه طموح، طموح في الدوري المصري السنه دي. والله احنا طموحنا السنه دي ان احنا نفضل على الشكل اللي احنا نهينا بيه الموسم اللي فات، ونحاول ان شاء الله يعني ان احنا نحقق اعلى شويه منه. انما طول الوقت انا انبي طموحي او التارجت بتاعي ان انا على الاقل ابقى في المربع طول الوقت. انا صعب جدا ان انا انافس على دوري في الحقيقه، يعني مش عشان ان انا فنيا ما اقدرش، لا انا فنيا ممكن اقدر، بس تملي المنافسه على الدوري دي بتبقى ليها متطلبات كبيره جدا وخارجيه ملهاش دعوه ممكن بالملعب في حاجات كتيره يعني. انما احنا التارجت بتاعنا كل اغلبيه مصر عارفه ان احنا بنحاول نطلع لعيبه مميزه طول الوقت، بنحاول نعمل ده سواء للمنتخبات او للانديه المصريه، لعيبتنا منتشره في كل حته، وده التارجت بتاعنا الاساسي ان احنا كانبي نادي محترم، نادي اي نادي بيجي يلعبني لازم يبقى مقدر نادي انبي وعارف ان هو امكانياته كبيره. فتملي التارجت بيبقى ان احنا نبقى على الاقل مربع ذهبي او
الشكل يبان ان احنا فرقه محترمه، وكل سنه احاول اطلع 3 4 لعيبه من اللعيبه المميزه بتاعتي. يمكن نادي انبي من اهم الانديه في مصر اللي عندها قاعده ناشئين مميزه جدا، كل سنه بنشوف اكتر من لاعب خارج من قطاع ناشئين نادي انبي على مر السنوات اللي فاتت. يعني قول لي بعض الاسماء اللي ممكن نشوفها خلال الفتره الجايه زي ما احنا متعودين عن من نادي انبي. يعني والله طبعا في اسامي اعتقد الناس بتتكلم عليها من دلوقتي، محمد حمدي، احمد نادر، في احمد جمال، في النحاس، في عندي فتحي، في عندي يعني لعيبه ما هو قطاع ناشئين، زياد كمال. وانا في الحقيقه يعني مش عارف، عايز اقول سؤال هخليها ان هي سؤال، يعني بالنسبه للمنتخب الاولمبي، يعني انا عندي مثلا لعيب زي زياد كمال ده، انا بستغرب ان هو في الحقيقه يعني ما تمش استدعائه، برضه غريبه برضه شويه. اكيد كل مدير فني طبعا ولرؤيته ولاحترامه، بس في النهايه على الاقل انت بتعمل معسكرات، انا ما بقولكش خده لعبه، انت على الاقل في لعيبه لازم يتشاف. عندي زياد، عندي مودي ناصر، صراحه الاثنين مقدين اداء رائع، انا مش بكلامي ده الناس كلها بتتفرج يعني. فاتمنى ان المنتخبات طالما لسه انا مش رايح للبطوله، التوقيت ده ممكن ان انا اشوف ادي لعيب، حتى ادي له امل ان هو ممكن يضم اساعد في تطوره، انما طول الوقت وانا بادي باحسن حاجه وما احسش ان، لان الكلام ده بيكلموني فيه اللعيبه وكده وحقهم في الحقيقه. فاتمنى بس ان يبقى في نظره كده للعيبه، ما بتكلمش طبعا عن لعيبه امبي بس، اي لعيب تطور بيبان تطوره والناس بتتكلم عليه كويس، حقه ان هو على الاقل يتشاف في معسكر، وفي الاخر الراي الاول والاخير للمدير الفني. يعني طبعا اكيد اكيد بتعب. بص بقول له تملي، انا تملي اقول له بص الكوره هي وجهات نظر، كل واحد وليه وجهه نظره. قلت له انت نفسك لو هتمسك المنتخب ممكن وجهه نظرك تختلف، بس ده المفروض يديك حافز ايجابي، يعني حتى لو انت زعلان اقلب الموضوع الحزن، اقلبه التحدي، تثبت لكل مصر ان الراجل اللي ما خدنيش ده غلطان، وانت الناس كلها تتكلم عليه. فده اللي بيحصل وده اللي تملي بيتم، وزي ما انت شايف الحمد لله هم الماتشات اللي فاتت كلها هم من اللعيبه المميزه، وده اللي بيحصل. يعني على فكره احنا حتى مش المنتخب الاولمبي بس، انا حتى المنتخب الاول يعني انا شايف برضو ان كان في ناس ممكن مش بقول لك تتاخد، ممكن تتشاف في معسكر، لان حقهم كان يتقال كده، وخاصه الفتره اللي فاتت. فهو ده هي مشكله الكوره، هرجع تمام لاقول ان هي وجهه نظري ممكن تبقى سليمه 100%، وبرضو ممكن وجهه نظرك انت كمان تبقى سليمه. فهي دي مشكله الكوره، ان كل واحد فينا شايف الموضوع من وجهه نظر، وهو مش بيتعمد انه يغلط، بس هي وجهه نظره كده، ودي المشكله الحقيقيه. يعني يمكن نادي انبي مدجج بالنجوم، عنده لعيبه مميزه كتير، وعنده كمان لعيبه صاعده من تحت، لعيبه اضافه لاي فريق. تاكيد بيجي لكم عروض يا كابتن، يعني قول لي كده لما بيجي لكم عروض انتوا بتتعاملوا ازاي معاها، بتتكلموا مع اللعيبه ازاي، حتى لو اللعيب مثلا بيبقى عنده رغبه ان هو ينتقل لاي نادي معين جاي عرض منه، بتتعاملوا ازاي في اللحظات دي؟ احنا اهم حاجه بيهمنا في الموضوع ده اللعيب بتاعنا، مصلحته، وبنحاول نقول له ان مصلحتك هنا ممكن لو تروح النادي ده ممكن ما تبقاش في نفس اللي انت فيه دلوقتي. فالاول بنقول له مصلحته ايه، وبناء بقى على العرض اللي مقدم ومصلحه النادي طبعا، لان ده شيء مهم. زي ما بقول لك احنا استراتيجيتنا ان احنا بنخرج نجوم، بس وانا بخرج بيبقى ليا مصلحه كنادي ان انا السعر يبقى مناسب وحاجات كتيره، بس اهم حاجه في الموضوع كله ان هو بيبقى اللعيب، لان في الاخر اللعيب طالما جاي له عرض من نادي كبير فهو رايح لمصلحه، بس بنفهمه انت لو رحت النادي ده ممكن يبقى ده احسن، وفي الاخر بيبقى هو قراره. او لو السعر اللي احنا بنتكلم فيه النادي الاخر او اللي هم داخلين في منافسه ما كملش فيه، يعني اعتقد زي مثلا مصطفى شلبي، الناس اتهمتنا كتير جدا السنه اللي فاتت ان احنا مش عايزين نديه للاهلي، وده بعيد كل البعد عن الحقيقه في الحقيقه خالص. يعني احنا حددنا سعر، النادي الاهلي وقف عند سعر معين بعيد خالص يعني، فبالتالي نادي الزمالك خد مصطفى شلبي، مع ان انا بس عايز اقول للناس ان اكتر نادي انبي بيتعامل معاه هو النادي الاهلي. يعني لو عديته اللعيبه اللي خرجت من انبي للنادي الاهلي هتلاقيهم كتير ما شاء الله يعني، ونتمنى الفتره اللي جايه يبقوا اكتر واكتر واكتر، مش الاهلي بس، اهلي وزمالك وبيراميدز، عندنا في كل انديه مصر النجوم بتوعنا. فاحنا زي ما قلت لك مصلحتنا الاول ان احنا اللاعب بتاعنا يبقى يكمل بالشكل ايه، لان احنا طول الوقت بنحب نتباهى بده، نحب نقول ان انا طلعت كذا وطلعت كذا وطلعت كذا، فده بالنسبه لي بيبقى مكسب او ان انا بحقق التارجت بتاعي. يعني سؤال مباشر يا كابتن محمد، الاهلي تقدم بعرض لضم محمد حمدي؟ لا، مفيش ولا اي نادي تقدم بعرض مباشر لضم محمد حمدي او غيره. في عروض خارجيه لمحمد حمدي؟ في عروض واحنا بندرسها، وزي ما قلت لك احنا
التارجت بتاعنا ان احنا عايزين محمد حمدي واحمد نادر تحديدا مؤقتا دلوقتي، نتمنى ان هم يحترفوا خارجي، لان انا شايف ان هم كمان شخصيات ممكن تكمل في الاحتراف. كان حتتين اعتقد البرتغال الاول ومحمد حمدي واسبانيا اعتقد يعني دول. لسه بس بيدرسوا بقى، لان هم بيبقى لهم مطالب وهكذا يعني. ففي بتبقى في حاجات زي ما قلت لك ماديه، حاجات في العقد، حاجات كتير انت بتخش فيها مناقشات طويله، بتاخد وقت طويل على فكره يعني. احمد امين اوفا واحد من المهاجمين المميزين يعني، من لو قلنا مثلا في 3 4 مهاجمين في مصر جامدين، احمد اوفا ممكن يبقى رقم واحد فيهم، رقم 2. انت شايف يعني لازم تحافظوا على احمد امين اوفا للسنه اللي جايه، ولا ممكن ينتقل في يناير، ممكن ينتقل في الصيف، لان احنا اكيد سامعين ان في عروض كتير جايه له؟ هو طبعا في عروض كتيره، وده من اللعيبه اللي انا كنت يمكن بتكلم عليها من شويه من خلال منتخب مصر، ان انا كنت حاسس ان هو ممكن يبقى ليه دور يتشاف وهكذا يعني. انما هو طبعا لعيب مميز في الحقيقه، ولعيب مهم في الفرقه بصراحه، وهو من الفراوده اللي ماشيين بشكل ايجابي جدا الفتره الاخرانيه دي. طبعا العروض اللي بتجيله يعني ممكن لغايه دلوقتي لسه برضو من خلال وكلاء يعني، ما جاش عرض رسمي ان انت حتى تقول لا، او انما احنا حاسين ان احنا السنه دي او الموسم ده عايزين نكمل زي ما احنا بنفس السكواد اللي موجود، عشان زي ما قلت لك نثبت ان احنا نوصل للليفل اللي احنا كنا عايزين نوصل له يعني ان شاء الله يعني.